الله يسعد اوقاتكم جميعا، ان شاء الله تكونوا بالف خير. اليوم حنعمل مع بعض هالجوانتي هيدا بغرزة الجراني، غرزة سهلة وحلوة، موضتها ما بتبطل. هنبدأ على طول مع بعض ونشوف كيف بدنا نزين القطعة بعد ما نخلص. هنبدأ بسلاسل، سلاسلنا لازم تكون بعدد يناسب محيط المعصم، ومن مضاعفات العدد 3. هأبدأ بعقدة البداية، أنا محتاجة 36 سلسلة. 3. هنكمل عدد السلاسل اللي بدنا اياها، قلنا من مضاعفات العدد 3، انا محتاجة 36 على هيدا القياس. هنكمل 36 ونرجع. خلصنا السلاسل اللي قدي بدنا اياها، ومنسكر بأول سلسلة بمنزلقة بحيث اني يضل السلاسل على اللي عملناها تضل على خط واحد، ما تكون يعني مستوى واحد مثل ما شايفين، لانه بعدها حنعمل على كل سلسلة عمود. حنطلع بثلاث سلاسل وناخد خيط البداية معنا مشان ننظف شغلنا، ونروح على كل غرزة نعمل عمود، ولازم يطلعوا معنا الأعمدة بعدد السلاسل اللي عملناها اللي هي محيط المعصم. أنا قلت إني عملت 36 سلسلة، فلازم يطلعوا 36 عمود. منكمل أعمدتنا للآخر، وأنا عم بخفي خيط البداية معي مشان بالمرة ننظف قطعتنا. منكمل أعمدة عادية ومنرجع. وصلنا آخر عمود، وهلا حنختم بثالث سلسلة من أول عمود بمنزلقة. طلعت معنا هاي البداية اللي هي أولها من تحت محيط المعصم. هلا الدور اللي بعده هطلع بسلسلتين وحأعمل غرزة البليسي اللي هي عمودين خلفي، باخدها من خلف العمود، وعمودين أمامي. انتي إذا بدك تاخدي عمود بعمود، يعني انا هاي عملت عمودين امامي عمودين خلفي، انت حابة عمود بعمود الامر بيرجع لك، بس انا حابة هاي شكلها يعني. فاما عمود خلفي عمود امامي، واما عمودين بعمودين. انا عملت عمودين، هلا برجع باخد عمودين خلفي مثل ما شايفين من ورا العمود، عمودين أمامي كمان بهاي الطريقة. بيطلع المعصم شكله حلو ومانو مشدود. عمودين أمامي، عمودين خلفي، وهيك بدنا نكمل لآخر القطعة.
برجع أمامي وعمودين خلفي. نكمل لآخر قطعتنا هاي ونشوف شو حنعمل بالدور اللي بعده. وصلنا للآخر، بختم الدور عن تاني سلسلة طلعنا فيها. لما بتغلبني أنا باخد سنارة أصغر، تاني سلسلة منزلقة، برجع على سنارتي. هلأ كمان بطلع سلسلتين ونفس الدور بعيد فوق اللي كان خلفي، عمود خلفي وفوق اللي كان أمامي باخده أمامي. أنا مثل ما قلت لكم عملته عمودين بعمودين، انت فينك تعمليه بريد أمامي بريد خلفي. منكمل عمودين 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 واثنين أمامي. كمل لآخر الدور وبنرجع. مثل ما شايفين عم كمل بنفس الطريقة لحسب الطول اللي انتي بدك يا عند المعصم. انا محتاجة 8 ادوار ليطلع بهيدا الطول. فينك تعملي انتي اقل اكتر مثل ما بتحبي. عم ناخد عمودين خلفي وعمودين امامي، فوق الامامي امامي وفوق الخلفي خلفي. هي يعني القطبة او العمود بيدلك اني هو خلفي او امامي، ففوق حسب العمود شو هو امامي او خلفي عم ناخده. هيدا امامي من قدام العمود وهيدا من ورا العمود، من ورا العمود، هيدا من قدامه ومن قدامه، ومنعمل عمودنا العادي. هيدا من ورا العمود، هيدا من قدامه، هيك أنا أضبطي عمودين عمودين للآخر.
تطلعي بالطول اللي انتي بدك اياه، وبعدين بدنا نبدأ بغرزتنا، غرزة الجراني. مثل ما شايفين سهلة، أول دور بغلب شوي بس، بعدين لحاله كل عم لحاله كل عمود بياخد وضعه. وبختم بمنزلقة عن تاني سلسلة طلعنا فيها، بطلع سلسلتين وبكمل للطول اللي بدك اياه. رح نوصل للطول، انا بدي هيدا الطول، وبعدها بنشوف كيف بدنا نكمل. ممكن انت تعملي اقل عرض، اقل يعني، انت شي بيرجع لك. بعد ما اخذنا عدد الادوار اللي بدنا اياها لغرزة البليسي، هنعمل غرزتنا. هنطلع ثلاث سلاسل بنفس الغرزة، عمود ثاني عمود ثالث، هنترك غرزة اثنين، وبالثالثة كمان عمود اثنين ثلاثة، غرزة اثنين وبالثالثة عمود اثنين ثلاثة، غرزة اثنين ثلاثة كمان بنفس الغرزة ثلاث أعمدة، عمود سلسلة اثنين ثلاثة عمود اثنين ثلاثة، غرزة اثنين وبالثالثة ثلاث أعمدة لآخر الدور. بالثالث سلسلة ثلاث أعمدة بنفس الغرزة، سلسلة اثنين ثالثة عمود اثنين ثلاثة، سلسلة اثنين وبالثالثة ثلاث أعمدة، اثنين ثالثة. بدنا نكمل بنفس الطريقة، واحد اثنين ثلاثة، ثالث سلسلة ثلاث أعمدة، سلسلة اثنين وهي بالثالثة ثلاث أعمدة. هيك كمان هون نرجع لنختم الدور، منروح على ثالث سلسلة طلعنا فيها بأول عمود وبنعمل منزلقة. هلا بلشت غرزتنا ومنعيد ثلاث سلاسل. هون ما حيسع نعمل ثلاث أعمدة، منروح لأول فراغ وبنعمل عمودين ثلاثة، الفراغ اللي بعده عمود اثنين ثلاثة، وهيك
بكل فراغ، بكل فراغ ثلاث أعمدة. منكمل للآخر، نفس الطريقة، عمودين ثلاثة، ومباشرة الفراغ اللي بعده رح نكمل للآخر ونرجع. وصلنا للآخر، مثل ما شايفين احنا هون كنا عاملين ثلاث سلاسل بمثابة عمود، حنعمل بنفس الفراغ عمودين مشان نكمل لثلاث أعمدة عمودين، منروح على ثالث سلسلة بهيدا العمود ومنسكر بمنزلقة. هيك صاروا معنا مثل ما شايفين ثلاث أعمدة، سلسلتين ثلاثة بهيدا الدور. بتلاحظي ببين معك انه الفراغ هون بيساعد انك تعملي الثلاث اعمدة. بالدور اللي بعده حتعملي بس عمود وتضلك مكملة، لما بدك تسكري بتعملي جنبه عمودين. رح نكمل هيك ونرجع. مثل ما شايفين عملنا باخر فراغ لثلاث أعمدة، وهون حنختم بثالث سلسلة وبيخلص معنا الدور. ونطلع بثلاث سلاسل، مثل ما قلنا دور حيساعدك الفراغ تعملي الأعمدة كلها بنفس المكان، ودور لا، هيدا الدور عمود واحد بس. ومنروح بالفراغ اللي بعده منعمل ثلاث أعمدة، منكمل للآخر. لما نوصل لهون منعمل عمودين ومنختم ثالث سلسلة، فبصيروا معنا ثلاث أعمدة. حنضلنا هيك طالعين ست أدوار لحتى نوصل عند فتحة الإبهام ونشوف كيف راح نعملها. وصلت لسادس دور عند آخر فراغ، عمودين مع الثلاث سلاسل، بدنا نختم ثالث سلسلة بصيروا ثلاث أعمدة. هلأ كيف حنعمل فتحة الإبهام؟ في إلى كذا طريقة، أنا حأعملها بهاي الطريقة. ثلاث سلاسل هاي بمثابة عمود، بعدها كمان ست سلاسل، ثلاثة أربعة خمسة ستة. منترك أول فراغ، منروح للي بعده، منعمل غرزتنا عادي ثلاث أعمدة، عمود اثنين ثلاثة، عمود اثنين ثلاثة. منكمل للآخر لحد ما نوصل لهون ومنشوف كيف بدنا نعمل. مثل ما شايفين وصلنا لعند مكان فتحة الإبهام، بعمل جنب العمود هون اللي فيه ثلاث سلاسل قبل ما نكمل ونعمل ستة عمودين، وبروح سلسلة اثنين ثلاثة، بعمل منزلقة، وهيك صاروا معي ثلاث أعمدة. وهون ست سلاسل،
فتحة الإبهام، تكون مرتاحة ما تكون شادة مثل ما شايفين. منكمل دوارنا للطول اللي بدنا اياه، ونشوف بعدين كيف حنعمل داير مداير الإبهام. فينك تتركيه بدون، يعني مجرد هيك بس انه بيعطي شكل كمان لما نعمل له. هلأ حأترك روح بأول سلسلة معنا منزلقة لأوصل، وأعمل نفس الشي غرزة البليسي، ثلاث أعمدة، اترك غرزة اثنين ثلاثة، وروح هون اعمل كمان ثلاث أعمدة، بنفس الغرزة. يعني انا وزعت هون على ست سلاسل نفس الغرزة تكون، مشان نكمل. منكمل نفس طريقتنا بكل فراغ ثلاث أعمدة للطول اللي بدك اياه لوين يوصل لحد. انا هون عاملة دور اثنين ثلاثة اربعة خمسة، خمس دوار، انتي حسب الطول اللي قديه بدك اياه. وبنرجع مثل ما شايفين قطعتنا صارت جاهزة بعد ما عملنا فتحة للإبهام، وشفتوا كيف كانت الطريقة. تركنا ما دخلنا بأول فراغ، دخلنا بالتاني لحتى يكون مرتاح، يعني ما يكون مضايق من هون. وطلعنا بنفس الطريقة مثل ما كنا هون عم نشتغل الأدوار اللي قد ما بدك ياها. أنا عملت بعدها غرزة حشو، بحب أختم هيك القطعة، ونفس الشي من عند المعصم. هلأ كيف حنعمل عند الإبهام دورين مثل ما شايفين بيعطي شكل حلو. فمنمسك الفراغ مثلا، خلينا نقول من هون بين الأعمدة، ناخد خيطنا خلينا نربطه ونمشي الخيط هيدا الزايد مشان نخفي نحن وعم نشتغل. بطلع ثلاث سلاسل بروح الفراغ اللي بعده وبعمل ثلاث أعمدة، يعني غرزتنا بعدين بروح للفراغ اللي بعده كمان عمودين ثلاثة، بروح الفراغ اللي بعده عمود اثنين
ثلاثة. هيدا الخيط عم باخده معي، بروح الفراغ اللي بعده كمان عمود، اثنين ثلاثة. هيك نحن عم نعمل حوالين فتحة الابهام. هلأ بدي اجي لعند مكان ما في هون عاملين عمود واحد بس، بعمل عمودين مع الثلاث سلاسل. خليني اخذهم بالابرة الاصغر. بالتالت سلسلة بختم بمنزلقة. هاي هي فتحتنا. منعيد عليا دور تاني مشان تطلع هيك شوي احلى، يعني بتبين وبتصير اعلى. بنعمل الدور التاني وبنشوف كيف اخر شي بدنا نزينه بهيدا الخيط. خلصنا دورين عند الابهام. هلا انا عندي هيدا الخيط بحبه هيك بيزين القطعة مثل ما شايفين هون، عاطي شكل حلو. في فيديو قبل انا عملت هيدا السكارف وعملته عند الرقبة فحلو هيدا الخيط، يعني بتزيني فيه مشغولاتك. هاخد مثل ما شايفين انا عاملة عند الابهام وعاملة من هون من فوق، بيمشي نص عمود بربط الخيط وبمشي معي لنظف شغلي. بطلع سلسلتين وبمشي حوالين الابهام بنص عمود. خيط بيعطي شكل حلو وبيعطي لمسة لقطعتنا. ونفس الشي راح اعمل من فوق بنفس الخيط عند الأصابع من فوق. باخد خيوطي معي لتتنظف وتعطي، وهيك بضلك عم تكملي نص عمود داير مدايرة للآخر، راح تعطي شكل حلو. منكمل ومنشوف. هيك قطعتنا صارت جاهزة. أنا حبيت حط لها هاي الوردة، وحبيت كمان انه اكسر التقليد انها تكون نفسها بالقطعة التانية. لا عملتها انه كل وحدة تكون غير، فينك طبعا تخليه عادي بدون اي شي كمان شكله حلو، وفينك تزيني انتي مثل ما بتحبي، الامر بيرجع لك. بس يعني بتطلعي بقطعة حلوة فيها لمسة. بحب انا دائما
تحطي لمستك الخاصة. أنا عاملة إيه، خليني فرجيكي. مثلا حكمل هيدا اللون البني، حط معه مثلا هاي الوردة، قديه ما حلو الأزرق مع البني. أو مثلا الأخضر، وكمان مدخلت له أنا هون بني فاتح، فيعني بتعطي شكل حلو للقطعة لما بنعمل لها شي من عنا جديد. هاي أنا حابت لها مثل ما قلت لكم، أنا عم بكسر التقليد ويكون شي تغيير، يعني إنه وحدة وردتها بهيدا الشكل والتانية الفردة التانية تكون هيك زرعة عادية، فشي جديد يعني. فهيدي فيديو اليوم، إن شاء الله بتعملوا بتزبط معكم وبتطلعوا بشي أحلى كمان. شوفكن على خير وبأمان الله.